ايه هو لقب اصلا ميس كونجينياليتي ده؟ ميس كونجينياليتي دي هي الشخصيه الودوده الفريندلي الصديقه صديقتها، المفروض يعني بتبقى هي اكتر واحده بتحب البنات، اكتر واحده فريندلي، اكتر واحده بتحل المشاكل البسيطه اللي كانت موجوده. فانت مالك الجمال للبنات الطيبين يعني؟ يعني هي بتحصل ازاي؟ هي بتحصل فوتنج ما بيننا وبين بعضينا، كل بنت المفروض كتبنا ورقه احنا عايزين مين تبقى ميس كونجينياليتي، وانا اكتر واحده هتفوز في اللقب ده. اوكي، مبسوطه ان انت بقيتي ميس كونجينياليتي؟ اكيد طبعا مبسوطه، لان انا معترفه بحاجه ان سيب مش عشان بس اكون ملكه جمال سي ميس ايجيبت او ميس وورلد او ميس يونيفرس، دي حاجه بتيجي بتصويت الحكام، بس ان البنات يكونوا بيحبوني او الناس بتكون بتحبني، سو اخد ميس كونجينياليتي اكتر حد ودود اكتر حد فريندلي مع البنات، دي حاجه الواحد ما يقدرش ان هو يسعى لها غير ان هو لازم يكون حد حقيقي. شايفه نفسي اكتر الفتره الجايه في الحاجات الخيريه، الحاجات الخيريه مش بس برضه بالشهره، لان الناس كتير فاكرين ان انا لما اروح ازور ملجا او ازور مستشفى او حد محتاج just for ان انا بعمل دعايه لنفسي. انا من وانا عندي 6 سنين انا بروح ازور ملاجئ وبروح ازور مستشفيات وبروح ازور حاجات كتير قوي مع عيلتي ومع كشفتي. ف الفتره الجايه اتمنى ان انا اكون اوصل لحاجه من الحاجات اللي في دماغي، وادعولي. ربنا يوفقك وتكملي دايما اللي انت بتعمليه. ميرسي، شكرا شكرا.